واش الخوش كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. شوش عيني كي دايره ناري. المهم حنا وصلنا دابا البارح وصلنا للدكاله وبالضبط في البلاد نشوف العربيه. داكشي علاش ما قديت لا نصور لا والو. شوف عيني كي صبحات كلهم منفوخين بالطريق وما قدي ما قديش نصور. داكشي علاش ما صورش ليكم البارح. المهم احنا يلا غادي نتحركوا دابا نشدوا الطريق لكازا. المهم عندنا شي 150 كيلومتر. المهم الحال قريب شويه ماشي بحال اكادير الكازا بعيد الحال بزاف. شو حاجة كتير الله يتبهدلنا والله. المهم غادي نتحركوا. ها باقي فيه ليسانس؟ باقي فيه ليسانس. درعا ما جيت تزيد ديك اللعيبه. ها ليسانس غادا اه شو البارحة؟ ترى سكيت اصاحبي. انا ما طلعتيش الريزيرف. وانا طلعته وبقى فيه. ما بغيتوش انا يسكت بيا في الخلا. اه دابا تدرت لا راه سكت البارح ما الريزيرف. اه سميتو الاخر سكت عاد وانا نطلع الريزيرف. لا عمال تدار واحد ما كاين رياضة على الحديد. دابا غادي نصور لكم من دابا. هذا غادي يكون فلوق اخر نصور لكم من دابا تلكاز. دابا وصلنا لبلعوانة. يا بلعوان انا هنصرف لكم الكاميرا بلعوان الاجواء ديال لكم كاس كان يعني انا مصور شوفوا بلعوان شي يا سلام. احنا خود دابا بلعوان. يا سلام. هو السي محمد عرفتي تامر قسما بالله الا ضرب تامر. شو على منظر هنايا منظر لا تضربنا تامر قسما بالله. شوف عينيك ولا لا عينيك لا ولا صح. المهم دابا غادي نتحركوا وبلاصه اللي نوقفوا فيها نبقى نصور لكم ان شاء الله منظر نمشيو للجهه الاخرى جي الاخر بصاط اشترى لابس اللعبة داك شي مكبر. ياه ها هو هاد السي محمد. هاكا السي محمد. خوت هالقصبة ياك إذا كانت كتبان لكم هذه هي قصبة بلعوان. المهم من المآثر التاريخية. المهم غنخلي لكم شي معلومات على هذه القصبة كاينة في ويكيبيديا ما جبت حتى شي حاجة من راسي. اوكي بان ليا في الكومنتار يقول لي لا حكا زدتي هادي نقصتي هادي. المهم نعطيكم عليها بعض المعلومات. المهم هي هاد القصبة راه معروفة أغلبية راه كيعرفوها قصبة بلعوان. تحركوا صافي غنتحركوا دابا. صبر صبر دوز الطوموبيل. نصوروا الأستاذ. انا نصورك نصورك وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت دير لك فيديو. هذاك الشيء لوجيك وانا ما تصورنيش.
بتليفونك. لا لا صورني بتليفونك، صورني كنتصور. انا نسيت. مشينا شال خوت على منظر مسطي. السيد باقي كيصور فينا. سيلفي سيلفي. صار صار الموطور غادي الراس. المهم القصبة الخوت انا نزومي لكم شوية عليها باش تبان. هذه هي القصبة، نخلي لكم بعض المعلومات عليها اللي بغى يعرف القصبة ديال بولعوان الكرعويطة. شنو نتحركوا ان شاء الله. سير لوحه قال راه شفت الحجره اللي ضرب هذاك. مسكين كان كنا غاديين داز واحد الرموك ضرب صغير راه شفتها قدادي قدادي. ضربات حجرة زري. شوف الضربة. لا طرات ديال الضربة مزغب كاع ما يبان فيك. حنا دابا قربنا 16 ما بقى لينا والو على 16. والله تاع درك موجي قلت غير تجي من زرع موجي. كملوا مسكين تعقب لينا الدري السيفور شنديرو. انا لعبتها في عيني ولكن انا كنشوف هنا باش تبان لي. شوفو شوفو واحد مشات ليها مسكين هاني. كاميو غيدوز بحال هانت هو غيضربك بشي حاجة بيو. الله
دابا حنا في مدينة برشيدة الخور. احنا لقد وصلنا ونسيت ان اضع لكم النهايه بتاعي الفيديو، داكشي علاش يلا دوشنا وسرتاحينا ونعسنا وفقنا صافي درنا حتى تما. المهم غادي نكونوا وصلنا النهايه ديال الفلوغات. الى عجبكم ديروا لي لايك، سبسكرايب للقناه وقولوا لي كي جاكم داكشي. الى بغيتو بحال هادشي راه نبقى نحط لكم بحال هادشي، غير قولوا لي في كومونتير. تشاو.